النبيل الزبيدي يقول: عقم تهديفي، أين ميمي والمواس؟ وياي يا كابتن ياسر، هاي الرسالة إليك. تمام. غياب الهداف مشكلة تعاني منها أنديتنا المحلية والمنتخبات الوطنية، أين الكشافين الذين كانوا تقع على عاتقهم الكشف عن المواهب؟ لقد كانت منتخباتنا متميزة بمركز الهجوم من خلال لاعبين تركوا بصمة تاريخ الكرة العراقية، مثال علي كاظم وفلاح حسن وحسين سعيد وأحمد راضي وعلاء كاظم ويونس محمود وعماد محمد، والقائمة طويلة. يعني تريد جواب مقنع؟ تفضل. كنا شاهدنا مانشستر سيتي والانتر بنهائي الكاس. اسالك سؤال بس الكابتن تيسي. زين. اكو لاعب بالانتر يقدر يلعب بالسيتي؟ سيلك. بالسيتي؟ بالسيتي يقدر؟ لا صعب. مو؟ اي صعب. تفوق انزاكي على غوارديولا، اخذ المباراه من يمه. زين. اليوم احنا نحتاج حمايه داخل الملعب، يعني انا ما اوصل الجول او ما عندي واحد يسجل، يعني انتهت كره القدم؟ ما عندي غير حلول؟ ما عندي زياده من الوسط؟ ما اقدر اخلق فشي من الجانب؟ انا اليوم شنو دوري كمدرب؟ انا هسه هذا السؤال موجه لمن؟ احنا نحكي على خارطه، هاي الخارطه راح انا اختصرها بالنهايه بالانديه مالتنا. يعني اليوم انا عندي مثلا مهاجم ما يقوم، انا شلون مثلا ابطل كره قدم؟ هاي ما اشتغل. انا اليوم ليش اجيبك؟ انا اجيبك انت كجراح، انت اليوم لازم تعالج لي. انا ليش مستعين بخبراتك ومطيك كذا مليون و1000 دولار؟ غير استعين بخبراتك تلقى لي حل. زين ما حد يقول شلون انا؟ يعني اطلع انقال. لا اطلع باي صوره ولا اطلع بتكتيك ولا اطلع بشكل ولا طعم ولا لون ولا راحه، يعني شو اطلع انا؟ سؤال اسالك. فاذا انت المفروض تخلق حلول داخل الملعب. هذا الحديث للمدرب؟ اكيد للمدربين. زين. انت تخلق حل. انا مو ولا ميمي انتهت ما يسجل اليوم، انا اليوم مخلي محمد داوود مهاجم. مواس مهاجم، صح لو مو صح؟ عنده سجاد جاي يزيد، عنده اطراف، يعني احنا الثقل كله على ميمي. ما قولت اليوم انا شلون؟ توفيق الهي اليوم انا ما قولت شلون، يعني تنتهي المباراه مفروض اكو حلول. اكو حلول انت تخلقها، الجانب والكرات الثابته والعمق. انت اليوم انا نقص عندي بالتكتيك مالتي، انا شلون اعالجه؟ هذا شغلي انا كمختص، انا شغلي. زين، اكو بعد رساله شباب؟ ليش رساله